اول ما بننزله نلاقيه مولع السيجاره ويقول لي يلا عشان نفطر وكده. يعني انت بتفطروا في رمضان؟ اقول لك حاجه، لا بجد مسافرنا مره اسكندريه وفي رمضان كنا رايحين نجيب شغل علشان نشتغل في رمضان، مزين خمسه، الخمسه مولعين سجاير وماشيين، قسما بالله انا الوحيد اللي فضلت صايم. فينا واحد مسيح، السواقين سابونا كلنا كمسلمين ومسكوا المسيح الوحيد ضربوه علشان كان مولع سيجاره. ما قالهمش يا جدعان انا مسيح، يا جدعان اقسم بالله قولوا لهم حاجه. لا يقول بس حد يصدق بقى، ما يعني ما حدش كان مصدق.